السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم فيديو جديد البنات. اليوم جبت لكم تتمه ديال داك الفيديو اللي عجبكم بزاف، هو المنتجات اللي عجبوني في ميركادونا. في هذا الفيديو هذا غادي نشارك معكم المنتجات اللي عجبوني، يعني اللي عجبوني بزاف، وكاين حتى حاجات اللي ما عجبنيش. ماشي كاع كلشي 100% كيعجبني في ميركادونا، حتى حاجات كاينين تما في ميركادونا جربتهم ما عجبونيش، ولكن ما الا بغيتي نهضر لكم عليهم بقى نخلطهم ما بين اللي عجبني وما عجبنيش، حتى هو نبقى نخلطهم لكم. المهم في هذا الفيديو هذا غنهضر لكم على داكشي اللي عجبني. الناس اللي دائما يبقاو يكتبوا في الكومنتاريو فين خديتيهم فين خديتيهم، راه دائما انا كنمنسيوني وكنعاود وكنكرر فين خديتهم. بحال مثلا الا كنت خديت حاجه في بريمور كنبقى نقول بريمور بريمور بزاف ديال المرات. وكاين الناس اللي كيجاوبوكم في التعليقات، دوك اللي كيشوفوا الفيديو ديالي كامل ومكمل هما اللي كيكونوا كيسمعوا فين تيندا، وانا كنقولها لكم البنات في البرينسيبي ديال الفيديو وفي الفينال. نهضر لكم على المنتجات اللي كيعجبوني في ميركادونا. بغيت ندوز نهضر لكم البنات على المنتجات من الماركه ديالي اللي كنت هضرت لكم على داك الزيت ديال التساقط وخديتو عندي بزاف ديال البنات. كاين الناس اللي عجبهم وداكشي فالك وقف لهم التساقط، ولكن حاليا البنات اللي غنقول لكم هذيك اخر مره اللي كنت هضرت لكم عليه في الفيديو، كاع داكشي اللي كان عندي في الزيوت خداوه كاع الناس ودابا نو ديسپونيبل. بالنسبه للناس اللي كيجيو كيسولوني على الباك ديال لوبان الدكر، الباك اللي فيه الغاسول اللي قالكم عجبهم بزاف، فيه كريم مرطب وفيه ماسك وفيه مقشر، يعني كامل ومكمل حتى هو البنات تقاد عليا. اللي بقى ليا في الباك البنات هما جوج ديال مقشر وجوج ديال جوج ديال المقشر وجوج ديال ماسكارية فاسيال الماسك، اما الغسول والكريم كلشي داكشي البنات تقاد. دابا غادي ندوز نهضر لكم على الناس اللي كيقولوا لي اشنو عندك، يعني شنو اللي باقي عندك حاليا ديسپونيبل، شنو اللي جبتي. غادي نوري لكم دابا في الفيديو وغادي نحط لكم نمره التليفون الناس اللي باغيين ياخذوا عندي هاد المنتجات معكم، تكتبوا لي في الواتساب عافاكم بلا ما تتصلوا، خليوا لي غير اوديو ولا كتبوا لي وانا راه كنجاوب ديك الساعه. مزيان ندوز نهضر لكم على الناس اللي كيحتاجوا تونيكو فاسيال، يعني شي حاجه اللي تكون طبيعيه 100% وباغيين غير من النهار اللي يكونوا كيمسحوا وجههم الماكياج، ولا باغيين النهار كله شي تونيكو اللي يكون طبيعي اللي بقاو يدوزوا عليه بالقطن في الوجه ديالهم. كما كتشوفوا راه التونيكو عنده بزاف ديال البروبيداريز، خصوصا الا كان ما كيخليلكش الوجه ديالك كيخلي لك ليسو بحال هكا، خصوصا الا كان تونيكو ناتورال ما يكونش فيه مواد خايبه. هذاك التونيكو تقدري تنعسي به تفيقي به اي حاجه تخليه بزاف في الوجه ديالك حيت ما فيهش مواد كيميكوس. انا صراحه التونيكو الا ما كانش ناتورال 100% ما كنقدرش انا ندير الوجه ديالي والنعس حيت كيكونوا فيه مواد كيميكوس. وهذا البنات تونيكو من الماركه ديالي اللي فيه لوبان الدكر والماء الورد المقطر، يعني ماشي داك الماء الورد العادي، ولكن هذا داك الماء الورد المقطر اللي كيكون يعني مقطر، ولوبان الدكر داك البنات لوبان الدكر العماني داك الحقيقي 100%. المهم كما كتشوفوا البنات القرعه فيها 100 مللتر، كانت عندي في الاول قرعه ديال الدجاج ولكن كنت كنديرها بداك اللي كان كيباش يتصاط على الوجه، ولكن القرعه بدلتها. علاش؟ حيت كان المشكل ان لوبان الدكر كيبقى واقف في داك التيو وما كيبغيش يدوز ليا، يعني يترش على الوجه. هذا البنات صححتو على حساب تونيكو. شوفوا البنات كيفاش درت لي الطريقه ديال القرعه، هو درت بحال هكا وكتبقاي تخوي بحال تونيكو في القطن وكتدوزيه كامل على الوجه ديالك وعلى العنق ديالك. الناس اللي باغيين يديروه في الثلاجه يكون بارد عاد باش ديروا الوجه ديالكم، راه فيه بروبيداريز كثر واكثر. حيت فاش كتكوني كديريه في الثلاجه البنات كيكون بارد، والبرود يعني حاجه ما بارد ولا اي حاجه كيكون كينقص، يعني ما كيديش التجاعيد مبكره. بروبيداريز البنات ديال لوبان الدكر راه واعرين بزاف، كيحيد التجاعيد، كيحيد التجاعيد الرقيقه، كيخلي لك الوجه ديالك ليسو. بالنسبه لهذا يعني كيخلي لك الوجه ديالك بحال كتباني صغيره واخا كبيره في العمر. وبالنسبه لهذا الماء الوردي اللي كان حقيقي 100% بحال هذا اللي عندي انايا مقطر، راه زوين البنات، كي انتي اوكسيدانتي، كيحيد بزاف ديال الحاجات في الوجه وزوين البشره، يعني زوين بزاف. المهم تقدروا ديروه في الثلاجه. وهذا البنات راه بدلت القرعه درتها واعره بزاف، يعني على الشكل ديال تونيكو كتخوي بحال هكا وكدوزيه كامل على القطن في الوجه ديالك، احسن من هذيك القرعه الاولى. انا دائما الا كان شي خطا ولا شي حاجه في المركز ديالي كنحاول نبدلها بالزربه باش الناس يكونوا يعني يكونوا كونتينتوس. حتى لحد الان الحمد لله الناس كاع كونتينتوس على المنتجات ديالي، وكان اي خطا ولا اي حاجه بانت ليا تما كاين ولا شي حاجه كنبدلها بالزربه. وهذه البنات راه كما قلت لكم جديد ديال القرعه هو انني درتها على الشكل ديال تونيكو.
وهذه تقدروا ديروها في ديروها معاكم في الساك والبياخي واي حاجه. وهاد المنتجات اللي فيها البنات الطبيعيه 100%، ويعني هذا الماء الورد المقطر 100%، وهذاك لبان الذكر الحقيقي العماني. الحاجه الاخرى اللي بغيت نهضر لكم عليها من الماركه ديالي البنات، هو هذا اللي دائما كيكون عندي، حيت الناس ديما 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 كيطلبوا عندي. وبالنسبه للناس اللي كانوا الناس كانوا كيقولوا لي بلي كانوا كياخذوا زيت ارغان في بلاصه اخرى وما دايرهش بحال هذه ديالي اللي فعاله. المهم انا البنات كما كتعرفوني انا هذه نضمنها لكم بلي هي زيت ارغان 100%، حيت انايا سوسيه ومن الجهه ديالو انا عارفه فين غادي، يعني فين غادي ناخذ زيت ارغان حقيقيه، وعارفه بلي 100% غامر الريحه ديالو كلشي، يعني انا ما غاديش نقدر تقلب. وهذه نقدر نقول لكم بلي راه زيت ارغان 100%، كما كتعرفوا راه زيت ارغان غاليه. وهذه البنات راه 50 مليلتر، يعني 50 مليلتر، و100% بورا، يعني هذه ما مخلطه ما حتى شي حاجه، هذه 100%. وهذه تقدروا ديروها البنات في الشعر ديالكم والوجه ديالكم واي بلاصه بغيتوها، تقدروا تخلطوها مع الخلطات. راه كما كتشوفوا البنات راه زيت ارغان كيسميوها باللغه الاسبانيوله كما كيقولوا ليها بحال ما كيقولوا ليها اسيتي دي اورو، حيت هي البنات عندها واحد البروبيداريس خطيرين. وحنايا فسوس كاع الناس الكبار وكلشي كيبقاو يديروا على الوجه ديالهم، داكشي اللي كتشوفي تما دوك العيال الكبار ديال التمازير، الناس غادي يعرفوني غيسالي شلوح غيفهموني، كيكون البشره ديالهم دايره بحال هكا يعني مجبده، وكيكون كتحيد حتى لي طاش، كتحيد كلشي. ولكن ماشي نقول لكم انا شي طاش اللي يقدر يعني يكون عندك داكشي بقع داكنه وداكشي، لا يعني شي حاجه اللي غادي تحتاجي شي حاجه كيميكو فورتي، راه كنهضر لكم غير على الوجه ديالك بحال اللي كان كيبان بحال ماشي سميتو ولا ما رطبش. الناس اللي عندهم الوجه ديالهم ناشف بزاف، ودابا خصوصا في الخريف، دابا الخريف داكشي اللي عاود تخرجها من جديد، علاش؟ حيت الخريف غادي تحتاجوا زيوت طبيعيه اللي يكونوا بحال هكا، سواء الشعر ولا الوجه. هذا تقدري ديريه انت وبنتك في الشعر ديالك، يعني هذا راه طبيعي 100%. الناس اللي بغاو البنات معلوم غير يخليو ليا البنات في هذه المره هذه ديال الواتساب، غير كتبوا ليا وغادي نقول لكم الاثمنه وكل شيء. المهم راه اثمنه مناسبه. والحاجه الاخرى اللي عندي حاليا من الماركه ديالي هو هاد البلاش، هذا البلاش هذا اللي كيبقى كيدوم بزاف في الحناك وفي الفم، كديري في الفم وفي الحناك وكيبقى يدوم مده طويله، حيت فيه منتجات اللي كيقدر يعني طبيعي، هذا راه طبيعي اللي كيقدر يصبر لك في الوجه ديالك واخا ديري الماء واي حاجه. راه كنت درت لكم واحد التجربه في واحد الفيديو، وهذا البنات راه فيه اس بي اف 30، يعني واخا نديرو في الحناك ديالنا ما غاديش يتحرق ولا يخرج لنا لي طاش ولا شي حاجه، حيت فيه واحد واقي الشمس يعني 30%. هذا فيه 30 مليلتر، وهذا البنات راه كما كتشوفوا راه قريعه راه كدوم كتبقى بزاف مده طويله كتبقى عندك. وهذا راه سهل باش يتنسجم في، يعني باش يدخل في البشره ديالك ساهل، وكيعطيك واحد الايفيكتو ولا واحد اللوك ناتورال ولا طبيعي، وكيبان في الحناك ديالك وحتى في الفم ديالك كيبان زوين. دابا من بعد البنات ما هضرت على المنتجات ديال اش سي برودكت، دابا غادي ندوز نهضر لكم على المنتجات اللي كيعجبوني من ميركادونا. المنتج الاول اللي كيعجبني من ميركادونا البنات هو هذا، في الاول كنتو عقلتو هاد كوتشياس، هادو كانوا دوك القدام في الاول كانوا خايبين في ميركادونا، وكنت كناخذهم كنت كنقول لكم بلا ما تشريهم راه خايبين البنات. المهم من بعد بدلوهم، يعني حيدوهم وجابوهم في هذا الشكل، هذا شنقول لك مني بدلوه ولا زوين بزاف، يعني باش انا كيعجبني واخا ميركادونا غاليه وعندها الامبويستو غالي، باش كيعجبوني هو انه بحال كيتصنتوا للناس وكيسمعوا كومنتاريو سميتو، بحالي انا اللي كنسمع شي حاجه هكا قرعه ولا شي حاجه ولا حاجه كنمشي نبدلها دغيا. كذلك هما اي حاجه سمعوها ولا شي انتقاد كيحيدوا بالزربه وكيعاودوا يخرجوا كيحسنوا من الماركه ديالهم. المهم هذا البنات صراحه عجبني بزاف، دائما وليت دابا كناخذو وفيه 5 ديال اونيداريس، وكيحيد الزغب، يعني كيحيدوا يعني ماشي كيحيدوا من الجدر، ولكن يعني كيحيدوا مزيان، ماشي كتحسي بيه بحال دوك الماركات الاخرين اللي كيكونوا حافيين. الثمن ديالو البنات غير اورو. المنتج التالي اللي غادي نشارك معكم البنات من ميركادونا هو هذا، بالنسبه للناس اللي البنت اللي قالت لي بقي قرب ليا بقي قرب المنتجات، البنات راه يعني الا قربت بحال هكا مع، المهم انا نقرب لكم بحال هكا باش تشوفوا مزيان. المهم هاد المنتج هذا غادي تكونوا شفتوه، يعني راه موجوده البنات في ميركادونا، هذا واحد خيل ديدوتشا اللي الريحه ديالو زوينه بزاف،
عرفتي الريحه ديالو. المهم اصلا الريحه راه اصلا كان يعني هذا كان في الاول، ولكن كان في واحد كان قديم وكان في واحد سميتو غامق. المهم هما غير شدوه وبدلوا ليه القرعه ديالو نفسه البنات، والثمن ديالو كيدير شي اورو 40 ولا اورو 50، وفيه 750 مليلتر. هذا الريحه ديالو صراحه كتبقى في الذات وزوين، يعني الريحه ديالو واعره. انا بالنسبه لي هذا الخيل ديال دوتش هذا اللي في ميركادونا نعطيه 10 توب ما بين كاع هذوك اللي كاينين، ولكن هذا هو اللي الريحه ديالو كتبقى اكثر واكثر في الجسم، كيتشم شي حاجه بحال لا ناتورا ولا طبيعيه، وكيبقى شغا نقول لكم كيبقى ديك الريحه ديالو كتشم بزاف، يعني كتشم وكتشم بحال شي حاجه كتشميها في الدوش، كتعطيك حتى كتسترخي، حيت هو الريحه ديالو ما عرفتش نقول لكم بحال ناتورال ولا ما نعرف. المهم الريحه ديالو زوينه، وهذا البلاصه راه كما قلت لكم راه كيدير بشي اورو 40 باش كيدير هكاك في ميركادونا. ندوز نهضر لكم على ديسودورانتس اللي كيعجبوني من ميركادونا. عندكم هذا اللي كنستعمل هذا الموف، وكنستعمل هذا الخضر هذا ديال الويفيرا، وكنستعمل واحد الكحل اللي سميتو انتي مانشا. هذاك الكحل انتي مانشا الصراحه هو اللي كناخذ بزاف 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 حتى هو كيعجبني، وهذا ديال الويفيرا حتى هو، وهذا الموف هذا. المهم هادو البنات الناس اللي غايقولوا لي واش كيحيدوا الريحه ديال العرق وداكشي، صراحه انا كيعجبوني. بالنسبه لي انايا كناخذهم مده طويله من كانوا خارجين جديد، خصوصا داك الكحل كناخذو بزاف كاع. وهاد الموف هذا خديته نجربو حتى هو البنات راه زوين. على جوج منتجات اللي ما عنديش حاليا ولكن كيعجبوني بزاف حيت قضاو ليا، غنهضر لكم على اول منتج اللي يعني ما عنديش دابا حاليا باش نويستر لكم، ولكن غنور لكم في الصوره البنات غتشوفوها اما هنايا ولا هنايا. المهم هذا اللي كتشوفوا في الصوره هو واحد المقشر اللي واعر بزاف في ميركادونا، هو قديم ودائما كناخذه، هو واحد المقشر ديال الجسم اللي شي حاجه طوب زوينه فاش كتقشري به الجسم. بعد فيه جميع انواع ديال الزيوت بحال زيت السمسم، زيت الكوكو، الملح ديال البحر الميت، فيه بزاف ديال الحاجات اللي كيخلي لك البشره ديالك رطبه بزاف. صراحه هذا المقشر هذا ننصحكم تاخذوه، واحد المقشر اللي طوب زوين بزاف. غير كديري ما يعني الناس اللي ما كيبغوش يديروا داك الصابون البلدي وداكشي، هذا الصراحه كيقشر مزيان، يعني ماشي كيقشر كيخرج لك اوساخ، ولكن ملي كتخرجي من الدوش كتحسي بالبشره ديالك كتلمع ورطبه بزاف. دابا غادي ندوز نهضر لكم على واحد المنتج اللي كنتمنى يرجعوا من الميركادونا. هذا المنتج هذا ولا هذا الباك هذا صراحه واعر بزاف، ويقدر غادي يرجعوا في هذا الخريف هذا. الا رجعوا في هذا الخريف غادي نعلمكم، صراحه انا دائما كنقلب عليه، وجاوني متتبعات اللي قالوا لي بلي هذاك الباك احسن باك خداوه، وكاين الناس اللي داو العائله ديالهم للمغرب وداك الشيء عجبهم بزاف. المهم انا كنت شاركته معاكم ومشيتو شميتو وحمقكم حتى نتوما، وانا صراحه عجبني بزاف وكمل ليا. ولكن فهاد الباك هذا اللي كتشوفوا في الصوره هنايا اما هنايا ولا هنايا، هاد الباك هذا حيدوه، ما عرفتش علاش حيدوه الصراحه، ولا غيبقاو يحطوا غير الخريف. الخريف انا صراحه في الخريف فاش كنشريه، ولكن غادي نشوفوا دابا هاد الخريف واش غادي يعاودوا يحطوه. الا حطوه انا غادي نعلمكم، والا خديتو غادي نعلمكم. المهم هاد الباك هذا ما قدرتش الصراحه يتنسى ليا، زوين لا الريحه ديالو لا الكريم ديالو لا جيل دوش لا، واعر بزاف. المهم شنو اللي بقى لي في هذا الباك هذا هو خيل دي دوتشا. بالنسبه للكريم ديالو راه كملت، شريت جوج باك كملتهم كامل، يعني كملت هذه واحد الريحه فيهم زوينه بزاف. اول مره كنقدر نكمل 100% شي باك، حيت انا كنعكز ندير شي كريم من غير ما عجبتنيش راه ما كنديرهاش بزاف، ولكن الا كانت عجبتني الكريم ديال هذاك كنديرها ديما يوميا فوق ما كندوش كنديرها. المهم الكريم ديال هذا وكيجي فيه واحد الكريم وكيجي فيه جيل دوش، وكيجي فيها واحد الريحه ديال الجسم ولا بادي سبراي. المهم انا كنش نقول لكم واحد الحاجه، واحد الباك اللي واعر بزاف، ولكن كامل ومكمول كان كيدير ب 8 اورو ولا 6 اورو 50 ما بقيتش عاقله. المهم كنتمنى يرجعوا صراحه زوين بزاف، انا عجبني وكنت انا خديته من العام الفيت، ما بقاوش مازال رجعوه. كنت انا كنتظر يجيبوه ما جابوش العام الاخر اللي كان عندي، وكنت كنتقرزز في هذاك الكريم وداك الشيء، ولكن دابا حاليا كمل ليا. غادي نشوف الا غادي يقدروا يرجعوا هذا العام هذا ان شاء الله، باش ناخذ فيه جوج باكات، حيت بعض المرات كيحيدوه ما بقاش مازال كيرجع. هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى يعجبكم ونتمنى نكون فدتكم ولا عجبكم. ما تنساوش لايكات وشكرا لكم، وبسلامه حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. بسلامه.